السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات تاع آشيو بن شيخ، يعني وين نتكلموا على اللاعبين اللي باغيينهم يكونوا في المنتخب الوطني الأول. وين جاءنا وهاد الكلمة قالها آشيو اللي كنا نبدا نهضروها، خاطر هادو يبغوا يدمروا لعابة لعاب اللي زعما كيكون متوسط يدمره في وسط اللعابه اللي يكونوا ملاح. قال له كيما هو قال لهم، قالوا تدمر اللعاب هذا، تدمره في وسط بين بن ناصر ومحرز، يدير ديغرو لي ديغرو ماتش. خويا وما كاش محرز وبن ناصر، شي يولي يدير زبل ماتش، مقرو ماتش يولي زبل ماتش. حنا خاصنا اللي يجي يقدم، كل واحد يخدم البوست تاعو، يو خاصنا اللي يجي يخدم، لي يجي يمد في البوست تاعو. ما خاصناش تاع الشكر خليه ومن بعد نخونوا لي استوار تاعهم. كيما حنايا نعرفوه شكون هو صخره الدفاع، وانتم الاعلاميين شانكم تتكلموا على صخره الدفاع واحد اخر، وحنا الناس كاع عارفه بلي ماندي احسن. بصح حنا في الاعلام تاعنا والبلاطوات لا، كاين مدافع واحد اخر، مدافع واحد اخر هو احسن، ماندي ماشي احسن. يبغوا يخونوا لي استوار تاع بنادم، هذه هي. ما باش يبغى يخون لي استوار تاع مصطفى دحلب. سمو معنا المنتخب الوطني، شوف رضوان ما كاش من يصاب. نعطيك مثال واحد، بوداويل كان ما راحش لكاس افريقيا، هل بوداويل الان راح في هذا المستوى اللي راه يلعب فيه؟ يا ودي بوداويل من اللي هدرتوا عليه، هل بوداويل الان في نفس المستوى اللي كان فيه قبل ما يدخل الفريق الوطني؟ جاوبني رضوان، تقول لي لا. نعطيك نتايا النظرة تاعك، بوداوي نتايا كي تهدر عليه وين لعب في مصر تروازيام ماتش، لعب مع بن ناصر، بن ناصر جبده، بن ناصر رده لعاب. صح بن ناصر كونتر المالي مكاش، ما ولاش لعاب، ولا قدرة ولا مكان والو. حنا قبل نديرو الفيديو هذا يتكلم، ماذا بكم عطونا جيم كومنتير وبارطاجيو لنا الفيديو، ربي يحفظكم. سمعوا معنا ان بوداوي يعني تطور كثير يعني في الكره الفرنسيه، صح. وشفناه ولا من احسن اللاعبين في وسط الميدان، لكن واش خلاه يدير هاد الميتامورفوز وطلع يعني بسرعه في المستوى تاعو؟ الثقه اللي عطاها له بالماضي، وداه لعب كاس افريقيا اللي تخليك تكبر بعشر سنوات تلعب كاس افريقيا نهائيا، لعب ماتش واحد كنا فايتين تقريبا 10 سنين تاع شامبيون، لعب كونت تونس، لعب كونت دونك هاد اللاعبين نيجيريا كونت كوت ديفوار، بهاد اللقاء لعب فينا راح سوى سي بورتو في نفسه الداخل، ادى سي بورتو يراجع حساباته ويقول لك فيه لاعبين احسن من اللي عندي في مراكز، ولكن ماشي هكذاك بالمستوى اللي ظهروا هاد اللاعبين. باش ما نهضروش غير على عموره ولا على وافي ولا على غشه ولا على قادري، احنا شفنا تقريبا فريقين رضوان، ما من الفريق اللي دخل يعني كيغيروا كل لاعبين بقى نفس المستوى، اللاعبين في المستوى. لو كان تتكلم وسط الميدان اللي دخلوا تاني ميرازيخ كذلك، يعني مستوى عالي، زرقان وسط الشباب خلوهم يخدموا يعني تحرقوا لهم في المراحل تاعهم، يعني الوافي ولا اسمه يخدموا تيجي وكذلك اللي يقدم مستوى جيد، وفيه لاعبين اخرين نتكلموا عليهم كاع عندهم مستوى. وكي تحكم لاعب دخلوا مع احسن لاعبين تاع فريق الف راح يندمج، راح يولي احسن، لان اللاعبين اللي راهم يلعبوا من حوله كلهم في مستوى. انت تحط لي دوك قادري تلعبوا مع بن ناصر وتلعبوا مع فاغول يدير كراون ماتش، قادري سيت في الوسط يرجعوا عليه، سيت جوار او يرجعوا عليه ميستا تاع الجزائر، اللاعبين مع ليبيريا اللي فيهم 2 متر يقلع لهم في فيدراسيون حتى تضربوا تطيحوا، وكل اللاعبين غشه سهوله كيفاش يدور للاعب وياكسيليري يخليهم حاسين. غشه كنا شفناه مع النادي صح في المنتخب حاجه. قال لك جبد انيستا تاع الجزائر، انا كنت راح نتكلم لك على انيستا. انيستا كي بداو يرميوه لان دي بلي كرون كلوب او موند، اللي الكره اللي حطها للعالم ما زيدش تشوفها حتى تقوم الساعه. لا كرة تعب ما زيدش تشوفها، الكره الشاميه تاع كريس تتنحى كيما هذوك اللي هارلام بروتير سي صح تاع الباسكت، هذوك
مازلت شوف تحكي الارماوا اينيستا تعرف قد من داير اينيستا ولا ما اوكي 185 قد هكذا اينيستا هكذا هكذا صغيور هكذا خل تحكي دخلوا ما قالوش هذا صغيور كاو يتكلم على كادري شوف شوف كادري برشلونه جبتي اليوم يلعب دور كي رماوا رماوا على اللعب ديالو تدري على اللعب ديالو باش تدري خليني يسطا صغيور حتى ولا يسقيو له السحاب ولا هو جاب لاكوب دي موند لاسبانيا يا ناس علاش قلت لكم بينا هل الفريق الوطني عيط الاكس ولا يقراك تم خاطرش الجوار راهم طبطبوا ومازال يزيدوا يطبطبوا يطبطبوا يقول لهم ولا لا لا صاصي نوتر بير دو موش وكان حاجه وكان حاجه زين نقولها قبيله تكلم يا زيد وتقول جماعه سي جيست باسكو كي شوف كي يكونوا ناس تاع كورتو قادم سانسير لغه واحده غير ما كانت ما كانت تكملها وتفاصيلها ما تخمم فاصيل سون فوار انت يا هاد الفريق هذا يقول لك يلعب كوبارا بكوب كدا عندك لي جوز اولمبيك تكلمنا على لي جوز اولمبيك تاع ليكيب دالجيري تاع الدله وجمعتها صح شفيتو نهار الاحد قلنا هذه اللي تقعد صح والو محي هذه هي اللي تلعب جوز اولمبيك عندك جو ميديتيران هذا انا اللي ما نزيد لهم حتى واحد مش عليه تخسر يعني تخسر مين لوبجيكتيف نقول لك 2026 لوبجيكتيف سي 2026 كاينه ينطر كوب دافريك كوب دي موند الناس تخطط هكذا ولكن ولات الناس انا نقول لك حاجه كاين الناس اللي يديروا حسابات نيجاتيف وكاين الناس اللي يسكروا العقليه اللي تاع ميزيد علاش قلت لك هذا التخيير تاع اللاعبين دون تو لي دومين سواء كلوب او لازم لنا لي جون سانسير ولازم ان دي تي ان فورت فورت نو سيلمون في لي كومبيتونس فورت بيرسوناليتي ما يخص حد ما يدبر عليك ني بريزيدون دو فيديراسيون ني اونترينور ني ريان دي تو سي لا دي تي ان كونت ديسيد تجيب اكس ولا يغرك وي واضح سامع هل تعتقد ان بعض الاسماء بامكاننا ان نشاهدها مع المنتخب الاول ام ان الوقت ضيق عندنا الا مباريات رسميه امام جيبوتي في سبتمبر وامام منتخب بوركينا فاسو تصفية كأس العالم بعدها كاين كأس إفريقيا في جونفي بعدها كاين الماتش براش في مارس بعدها كاين كأس العالم في نوفمبر وديسمبر هل هاد لاجينيراسيون يجب عليها أن تنتظر وربما كأس العرب هي المخرج الوحيد للبروز تاع الأسماء هذه أردوان أنا نؤمن بمبدأ تكافأ الفرص أنا بول موا أن جوار يبرز في الخارج ولا يبرز في البطولة الوطنية لازم تكون عنده نفس الفرص اعطيه الفرصة ابري سي لو تيران كي سي لو تيران كي ترونش سي لو تيران كي ترونش كما قال لك صح صح تطرح نكمل في هذا الشيء يعطيك صح صح حسين بوداوي وكان ما ديناش لاكوب دافريك والله واحد ما يسمع به وانا فرونشمون شفت لي زاكسيون هذه ما شفت لاعب تكلمت على لانيماسيون اوفونسيف شفت لاعب كيما قادري Franchement, il peut être une solution en équipe nationale. Ah. Eh bonjour, ça. Nous avons un problème flamimation. Non, non, il nous a dit, Nous avons un problème. شوف لي جون اللي راهم في ليكيب ناسيونال دونجلتير شوف لونجلتير كيفاش بداو قلب الطاوله بداو فريمون لابوريوزمون سي سا قلب الطاوله بلاعبين دي جون اللي اوجوردي لونجلتير ولات الاسبير تروح لافين تروح لافينال غراس دي جون دو 19 دي 20 ans فودن جبت لو كات على لونجلتير لونجلتير عندهم يحترف حنا الله حنا كيما يقول لك الله ينجحهم هذ اللاعبين هذ تاع الايفا خاطر على هذو تاع الايفا ما نكذبوش على روحنا غادي على الاقل على الاقل من 2022 ولا غادي تشوف ربعه خمسه لعابه في اون سينيور يلعبوا مع الفريق الاول تشوف هذا الفريق المحلي على الاقل يعصروا منه يدوا منه زوج ثلاثه الناس اللي يقول لك او بيدوب كاع يا ودي لا دي منا زيد جيب لعابه اللي بانوا في اوروبا مع اللعابه هادو تكون فريق تمشي به هذه هي ماشي قضيه تاع تخمم او بيوخروا فلان بيوخر لا حنا الله ينجحهم
بصح مازالوا ما نحرقولهمش مراحل لعاب لازم راهو هذاك الزروقي في ايكيب تاعو قالك ما نحرقولوش مراحل ومام هو يعرف ما يحرقولوش مراحل ناس طايحين ويحضروا المهم احنا الله ينجحهم برك هذا اللي نطلبوه ان شاء الله الله ينجحهم